ابراهيم في المؤتمر ان انا خلاص يعني دماغي حريص برضو على نفسي وعلى النادي الاهلي وعلى جمهوري، لازم ابقى موجود في المكان ادي كل جوارحي كل حاجه في الحاجه بتجي الكوره سواء في التمرين بره التمرين. دلوقتي لو حاجه جزء مؤثر فيك ما اقدرش، يعني انا عايز ابقى امين مع الناس. فدلوقتي قلت لك دماغي عايز ترتاح شويه، خلاص ما بقتش قادر افكر كتير في الكوره، ما بقتش قادر يعني كل حاجة زي قبل كده. انا قررت في الفترة دي ان انا يعني اخرج من الملعب احسن لي احترام الاهلية واحترام الجمهور. انا كان نفسي طبعا تبقى موجود هنا بس تعرف الظروف الامنية والماتشات من غير جمهور كان صعب قوي. العب ماتش اعتزالي ما عندهاش فيه الجمهور، يبقى الملعب فاضي، فده عشان كده خدنا القرار ان يبقى في الامارات، يعني عشان يشرفني اكبر عدد من الجمهور في الماتش ده. اتمنى ان انا كنت خلال مسيرتي كلها كنت يعني سبت علامة بصمة كويسة للناس، اي ناشئ يتأثروا بيها او اي جمهور يتأثر بيها او اي شاب ممكن يتأثر بيها. فأتمنى يكون سبت حاجة كويسة الناس تفتكرها. اقول لزمايلي كلهم ان انا يعني اتشرفت ان لعبت معاكم، شكرا ليكم ساعدتوني كتير جدا في الملعب، شوف استحملتوني برضو في الملعب كتير. قلت برضو ابراهيم ان مفيش حد بينجح لوحده في المسيرة دي كلها، لعبت لعيبه زمايلي ساعدوني فيها، مدربين يساعدوني فيها، جمهوري طبعا اللي كان دايما داعم ليا والنادي الاهلي ساعدني فيها. فبشكر كل الناس دي كلها اللي ساعدتني ان انا اوصل اللي انا وصلت له النهارده.